اهلا وسهلا بكم مستمعي غادي بلوس ومشاهدي تيلي بلوس، ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم اليومي المباشر متابعه. في تقديم البرنامج كرافقكم اسماعيل طه، في الاخراج الاذاعي كرافقني ابراهيم رقيق، تصوير عمر حيبري، والتوضيب لحسن البهوي. مستمعينا ومشاهدينا من خلال برنامج متابعات، كيف ما عودناكم دائما كنناقش كل القضايا اللي عندها علاقة بالشأن المحلي التنمية المستدامة ومختلف القضايا اللي كتهم كافة المغاربة. وموضوعنا لحلقة اليوم مستمعينا ومشاهدينا يقودنا إلى مقاطعة عين سبع، والحديث عن حصيلة المقاطعة، خصوصا الآن انتصفت الولاية بطبيعة الحال، والحصيلة غنتكلموا عليها بأعين حقوقية وجمعوية، بحيث يحضر معي خلال حلقة اليوم الأستاذ هشام زهير، ناشط حقوقي وفاعل جمعوي بعمالة مقاطعات عين سبع الحي المحمدي. سي هشام مرحبا بك وشكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. شعور متبادل أخي إسماعيل طه، ونشكرك على البرنامج القيم، وأنا من متتبعين عن كثب هذا البرنامج نظرا للأهمية ديالو والاهتمام ديالو بتدبير الشأن المحلي. كذلك الشكر موصول لمستمعي ومتتبعي راديو بليس، خاصة برنامج متابعات. كذلك تنشكر الطاقم التقني اللي معاك، كل واحد باسمه وصفته. فالإشارة فقط قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم السي هشام نشير ليها، هو أن يعني أكثر من مرة كنت واصلت مع السيد الرئيس عبر رسائل الواتساب، طبيعة الحال بأن يعني كيرفض أن يجاوب على المكالمات ديالنا، ودعينا البرنامج للحديث يعني بطبيعة الحال عن يعني الحصلة ديال العمل ديالو على رأس المجلس للأسف دون رد. هذا ما كيعنيش أن اليوم غادي نتحاملوا على الرئيس أو على ما قام به بمقاطعة عين سبع. فمطلوب منك سي هشام اليوم يعني نكونوا موضوعيين، يعني اليوم حنا ماشي ما كنصفوش حسابات، ربما البعض يقدر يشوف هذا الأمر يقول بأن حيت تواصل مع الرئيس ما جو اليوم. حنا يعني الغاية ديالنا من البرنامج هو يعني نتعرفوا على العمل ديال جميع المقاطعة بطبيعة الحال، ونتمنوا أي يعني أي مجهود قام بأي مجلس كيف ما كان بطبيعة الحال، ولا كانوا شي بعض شي هفوات فكنحاولوا ننبهوا لها سواء عن طريق المعارضه او عن طريق المجتمع المدني او عن طريق كذلك يعني بعض افراد الاغلبيه. فبدايه سي هشام زهير، ناشط حقوقي فاعل جمعوي بعمله مقاطعه عين سبع الحي المحمدي، وانت من المهتمين جدا بالشان المحلي على صعيد مقاطعتي الحي المحمدي وعين سبع. فما هو تقييمك لعمل مقاطعه عين سبع او مجلس يعني مقاطعه عين سبع؟ وقبل الاجابه على هذا السؤال، هذا هو السؤال وجيه وذو أهمية، لابد من واحد المدخل أساسي كتوطئة باش نحدو بعض المفاهيم، لأن غنتكلم على جوج نقاط صراحة، هو ماهية الفاعل الجمعوي أو العمل الجمعوي بصفة عامة، ولن أتكلم من الناحية التاريخية والقانونية والاجتماعية، لأن الآن ماشي في نقاش أكاديمي غنبدو نديرو المحددات الأكاديمية إلى آخره، ولكن غادي نسلط الضوء هذا الفاعل الجمعوي اليوم اللي مصدع علينا راسنا باللغة ديال ان تنسمعوا فاعل جمعوي، الديمقراطيه التشاركيه الى اخره. هذا ليس وليد اللحظه، بل هي تاريخيا كانت الديمقراطيه التمثيليه اللي تتجسد في الفاعل السياسي او الفاعل الترابي هي المهيمنه، هي المسيطره في اتخاذ القرارات. المغرب عرف واحد التحول خاصه مع ظهور يعني دستور 2011 الذي جاء بمكتسبات كثيره وكبيره. من ضمن هذه المكتسبات هذه بحيث انه جعل من الفاعل الجمعوي شريك أساسي في رسم السياسات العمومية. يعني جميع القرارات لا على مستوى المحلي أو على مستوى الشأن العام، على المستوى الحكومي، أنه يكون فاعل أساسي. بل أكثر من هذا، أن جميع الخطابات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وبالمناسبة ندعو له بالشفاء العاجل، عجل الله بشفائه، ما من مرة ما فاتئ يدعو إلى إشراك المجتمع المدني. ومن بين الخطابات ديالو هو أنه في نص خطاب سنة 2014، بحيث أنه قال أن جمعيات المجتمع المدني قوة اقتراحية تساهم في التنمية
وسلطة مضادة تخلق التوازن بين السلطات. بمعنى لو وقفنا على الكلمة ديال السلطة مضادة تخلق التوازن بين السلطات، غادي خصنا فيها الندوات ونقاشات ولقاءات مفتوحة كبيرة. إذن هذا الفاعل الجمعوي واش الحضور ديالو الوجود ديالو اعتباطا أو عرضانيا؟ لا، بل هو ينتمي إلى مؤسسة دستورية، بحيث أن تنشوف عندنا في الدستور أن الفاعل الجمعوي انتقل من متلق إلى مساهم حقيقي ومحوري ومركزي في صناعة القرار العمومي. هذا هو الفعل الجمعوي، وهذا ما أشار إليه الفصل 12 من الدستور الذي قال على جمعيات المجتمع المدني المهتمة، شوف سطر عليها، المهتمة بالشأن العام. شنو الدور ديال هنا؟ شوف المشرع قال المساهمة في التخطيط، المساهمة في التنفيذ، المساهمة في التتبع، والمساهمة في التقييم. بمعنى أن جميع مراحل صناعة القرار عند الفاعل الترابي أو ما يصطلح عليه بين قوسين الديمقراطية في بعدها التمثيلي، أن الفاعل الجمعوي حاضر بقوة. يعني مني تنقول أن المساهمة في التخطيط يعني قبل إنجاز المشروع، المساهمة فاش في التنفيذ في التنزيل ديالو، المساهمة في ماذا؟ في التقييم ديال العمل والتتبع ديال العمل. وتقييم العمل لن يكون إلا بالحصول على المعلومة وفق الفصل 27 من الدستور. هذه النقطة الأولى. نعم، لا، غنزيد نقطة ثانية باختصار، أنا ما غنطولش بزاف، عرفت عندك الوقت داير، أنا غندخل الموضوع. أنا غنتكلموا على يوسف حسين، يعني عجبتني يوسف حسين كرئيس مقاطعة. غير اسمح لي باش ندوزوا يعني يوسف حسينية وندوزوا المقاطعة. لا، باعتباري كان شخص نحن نناقش الآن طبيعة يوسف حسين. غير أنا غير عندي سؤال نعم. فهاد يعني فهاد اليوم فهاد أنا غادي نعتبروه تعريف اللي عطيتينا بطبيعة الحال ديال العمل الجمعوي كيفاش خاص يكون. نعم. وكيف وكيف ما نص عليه بطبيعة الحال دستور 2011، واللي اليوم يعني الدستور 2011 يعني اليوم عطى القوه واحد قفزه نوعيه للفعل الجمعوي في المساهمه. واش نعتبروا هذا تعريف؟ بغيتي تقدموا لنا والمستمعين باش تعرفنا شنو هو العمل الجمعوي، او لا هذه رساله لبعض المنتخبين؟ لا، هي هو بعض المنتخبين، لان بعض المنتخبين باقي ما استوعبوش، باقي ما عرفوش بان ذاك الفعل الجمعوي راه شريك اساسي. دونك هي رساله، هي رساله في حد ذاتها. ثم غنتقل للنقطه الثانيه، بغيت نبدا النقطه الثانيه، وهو ان غنتكلموا على يوسف الحسيني. انا يوسف الحسيني كشخص ليس بيني وبينه عداوه، بل انا تناقشوا باعتبار انه يدبر واحد المرفق العام هي مقاطعه عين سبع. هذه المؤسسه الدستوريه هي القاسم المشترك بيني وبينه، باعتبار انه هو شخصيه عموميه يندرج تحت القانون العام. وزاهر هشام كفاعل جمعوي كناشط حقوقي، يعني شخصية عمومية اعتبارية يندرج أو أندرج تحت القانون الخاص، وبالتالي القاسم المشترك بيني وبينه هو ذاك المرفق العام، لأنه شخصية عمومية. أنا ما غنتكلمش لي فيما هو ذات طابع خاص في حياته اليومية، ماذا يأكل، ماذا يشرب، واش تمشي بالتبان بين قوسين، ولا تمشي بسروال، هذاك الشيء ولا في داخل. أنا تنتكلم معك شخصية مسؤولة، لأن كاين المسؤولية التدبيرية فشلة، ولا يحق لي قانونا وأخلاقيا أنني نتهم أو أنني نحاسبه. أنا تنطرح أسئلة وتنفتح نقاش عمومي، تنطرح أسئلة، حتى الأسئلة التي أطرحها إن شاء الله في النقاش فهي أسئلة استفهامية وليست استنكارية، وبالتالي لا داعي أنه يتبادر إلى ذهني وضع واحد الخريطة واحد الخندق ويخندقني أنني عدو له. لا، يوسف الحسيني صديق ديالنا، وأكبر ذلك نهار ماتت الأم ديالو أنا عيطت له وعزيته، هذا عمل إنساني، لكن أنا تناقش معاه المرفق العمومي. واخا اليوم تقييمكم أنتم كفاعل جمعوي وناشط حقوقي يعني الحصيلة ديال العمل ديال المجلس مقاطعة عين سبع، تصفات الولاية بطبيعة الحال اليوم من تصفات الولاية ما غنبقوش نتكلموا على البرامج، واش اليوم كنتكلموا على الانجازات والمشاريع اليوم العين سبع نتوما كيفاش كتقيموا العمل ديالها؟ وهو شوف يعني باش نقول تقييم دائما تكون مسبوق على الحصول على المعلومه، لان ما يمكنش لي ندير واحد التقييم لواحد العمل لواحد المجلس بدون بمعزلين على الحصول على المعلومه، وبالتالي لك غادي غير نتكلم على التقييم اما غنكون ظالم او انني غنخطئ نجنب الصواب، وبالتالي انا بناء على المعطيات اللي عندي وبناء على المشهد العام اللي غنديروا له واحد القراءه وغادي نديروا له الاسقاط ديالو على الواقع على مجلس مقاطعه عين سبع، تلقوا بان التقييم صفر تحت صفر، ولا يستغرب المستمع والمتلقي. لماذا؟ اولا هذا نابع من اغلبيه تنشوفوا ان الصراعات مع الرئيس صراعات قويه، لدرجة أن هناك تلاوة بيان
أن تتهم هذه الأغلبية والمعارضة معا وهذا الشيء الموثق تتهم سيد الرئيس مقاطعة عين سبع يوسف حسينية باش بالفساد المالي وغياب الشفافية والنزاهة والتسلط والتدخل فيما لا يحق له. هذا غنسميه باستعمال الشطط أو استغلال النفوذ. إذن هاد الأغلبية وصراعات القائمة إلى حدود هاد الساعة هذا يستشف منه وتعطيني واحد المعطى اللي ما عندش واحد يهرب عليه هو أن مجلس مقاطعة عين سبع فاشل فشل ذريع وكبير ممن عكس على ساكنة عين سبع يعني سلبا. علاش؟ لأن الآن نجينا نشوفوا المشاريع على مستوى المقاطعة لأن مناقشة أي شيء أنا أؤمن بهذه القاعدة هذه أخويا إسماعيل هو مناقشة أي شيء لابد أن يكون داخل ثلاث فضاءات. أول الفضاء المعرفي والفلسفي لهذا الشيء ثم الفضاء القانوني لهذا الشيء ثم تنجو الواقع كمعيار مدى جدوى ومدى اجتهاد هذا الشيء هو المجلس. أيوة. أيوة. منين تنجو احنا مثلا من غنقول انا بغي نعرف التنميه ابسط التنميه شنو هو؟ هو نمو وضعين ان واحد المنطقه كانت على واحد الوضع كارثي ثم انتقلت الى ما هو افضل واحسن جاءت من النمو فهمتني انها اعطتنا تغيير. مقاطعه عين سبع لا يوجد فيها تغيير. تغيير واحد يعود نفعا على ماذا؟ على صناع القرار وعلى رأسهم السيد الرئيس. شنو هو التغيير؟ التغيير اللي عرفوه هو انه راكب على طوموبيل ويتضرب بالماء المعدني وتياكل تبارك الله داك الشيء. هذا هو التغيير اللي عنده هو يعود عليه. اما باش الساكنه ان استفدت ما استفدتش هذه الاولى. ثاني حاجه نجي من الناحيه القانونيه هل يعقل ان يكون هناك انجاز مشاريع بمعزل عن الالتزام واحترام وتفعيل وتنزيل القانون تنزيلا سليما كما ينص على ذلك الدستور والقوانين وكما ينص على ذلك خطابات سامية صاحب الجلالة نصره الله وأيده. إذن هذا ثم تنجي الواقع تلقى الواقع كيفاش كاين ما هي المشاريع على مستوى الواقع اش دار. شوف إلى جينا نتكلم على الأمر هذا السي زاهر فلو كان الرئيس اليوم معنا فكنت أنا كنت أتمنى أنه يحضر. أنا غادي نقول لك نقدر نعطيك جزء من ذلك الشيء اللي غادي يقول عبيد حار غير تكلمني على مسبح دار على مستوى مقاطعة عين سبع غتكلمني على ملاعب ديال القرب هادشي اللي غيتكلم على بعض الازقه والشوارع تم اعاده التهيئ ديالها والترصيف ديالها والتزفيت ديالها فما غاديش نقدروا نقولوا بان ما دار والو. ربما غيتكلمي على مساله ديال التتبع ديال النظافه وما الى ذلك فربما الامور كلها غيتكلم عليها. غنمشيو مع المساحات الخضراء عندنا مشكل ديال الماء راه ما الله غالب مشكل ديال الماء ولا بيسين ما فيهمش مشكل ديال الماء على العموم. اسمعين بما انك انت تتكلم بلسان الاخر غنديروا شوف لا لا غندير 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 المجاز ما عنديش مشكل مرحبا شوف سي اسمعين باش نكون معك واضح انا كنت اتمنى ان السيد الرئيس يجي ويسلم عليه ونعنقو عنقي رغم انه قدم بي دعوه الى اخره ما عندناش مشكل هذاك من حقه التقاضي حق قانوني وهو عمل حضاري لكن لا يكون التقاضي كما جاء في المادة 5 من قانون المصدر المالية وحنا بعيد على الأمر طبيعة حنا بعادين أنا غادي نقول هذا في برنامج متابعة بالله عليك نأتي إلى المسابح مما أنك ذكرتي المسابح أنا غير الإشارة فقط لو سمحتي المسألة ديال الدعوة القضائية بينك وبين الرئيس لم أعلم بها حتى لدابا باش يكون واضح باش يكون في علم الرئيس والمستمعين ديالنا الكرام ماشي مشكل نأتي إلى المسابح انا تنتمنى وانا اي حاجه غنتكلم لها الا وعندي الدليل العنصر المادي كاثبات ناتي الى المسابح تتكلم على المسابح خليك اقرب ميكرو سي المسابح هما هادو اللي تتكلم عليهم ديال العين ديال العين سبع كل المسابح ديال العين سبع اللي متواجد قرب يعني اللي في عباس قرده هاد المسابح استاذي هذاك هو المسبح تكلموا عليه في وسائل الاعلام واول ما خرج لي انك تخرجت في حد الفيديو وقلت بان هناك خرق قانوني ارتكبه الرئيس خطا فضيع وانه بدا يحفر في هذوك المسابح بدون حصول على الرخصه من جماعه الدار البيضاء وبدون الرجوع الى الوكاله الحضريه وما سمع منا حتى واحد وكان خدام عشوائي وقلنا لهم فينا هو هذاك الطابلو اللي تنعرفوا شكون الشركه اللي شداه رقم الرخصه هذا المهندس الى اخره والمده المحدده لانجاز المشروع والثمن هذا في اطار الشفافيه لان ملي تنقول تخليق الحياه العامه داخل المرفق العمومي بدءا من الفصل 154 تتكلم عن الشفافيه والنزائر خيري هذه الحكمه الجيده حكم المالي حتى واحد ما دافينا فقمت مع مجموعه ديال جمعيات المجتمع المدني راسلنا السيد الوالي في الموضوع انا تعطيك الحجه راه هي شكايه من اجل تبديد اموال عموميه وخرق التعمير الى السيد الوالي والسيد العمده وغنعطيك ديال الوكاله الحضريه ها هو الا سمحتي نحتفظوا بما دوياك باش ندرجوا ما عنديش مشكل هذا السيد المدير ديال الوكاله الحضريه
أرسلنا ليه وضعت في تاريخ 30/8/2013 وجاك التذكير حكي التذكير نعم اجل تبديد الاموال العموميه وخلق قانون السيد ان السيد بدات يحفر في هذاك الشيء بدون فراسلنا الجهات المهنيه ثم عاودنا درنا التذكير والحمد لله ان دخل السيد الوالي وتم افاد عن طريق السيد العامل انه باش يوقفوا هذوك الاشغال تكون لجنه اللي يوقفوا هذوك الاشغال مشاو لقاو ما لقاو لا رخصه لا والو خسرات الفلوس وبدات وقف المشروع ديال البناء ديال هذاك احداث احداث بين قوسين هذوك المسابح مده ديال 4 شهور ولا 3 شهور انا خرجنا اصبحنا خارج راه لحد الان راه بقى تسليم النهائي ما كاينش ديال الشركه وشفنا الوليدات كي تيعوموا حيت قال لك بالمجان ثم انا جايك باش يلعبوا تيلعبوا انا ما غنقولش بان حمله انتخابيه سابقه الاوان ديالها لان ملي تقول لي انت نبقى معك غير في الاحداث هذا غنجي قضيه المجان الدراري تيعوموا تيعوموا حدا الكياس وحده الحديد وحده المسامر وحيانين الصوره باينه وكاين صور بزاف كتبوا جرائد وتكلمنا عليها حنا اذا هاد الامور هذه كلها هذه من الحكامه هذه هذا المشروع اللي دار كاين فيه خرق قانوني هذا يستوجب العزل ويستوجب المساءله القانونيه لان فيه تبديد اموال عموميه لان دابا لحد الان شركه تعطلت 5 شهور هو السبب لان ما كاينش حصول بدون مهندس من. فما كان منه الا دار عاد مشى صلح الخطا ديالو ملي كنا نهضروا كان يقولوا لنا لا هذاك الشيء ما كاينش عاد رجع الخطا ها هو صلحو ومشى دار رخصه طلب رخصه من مجلس المدينه وانا بغيت نعرف مجلس المدينه كيفاش دارت ليها هي انا نعطيك الرخصه اسمح لي حيت عندي الوثائق كثار في الموضوع اليوم تنتمنى ان الوقت يسعفني باش ندير كنتمنوا ومعاك بطبيعه الحال يعني ناخذ ما عليناش كاين علق الرخصه عاد جابها تتوقفات شي 4 شهور 5 شهور كان انجاز المشروع في هذه المده زاد فاتوا ب 4 شهور على ما غنسميو هذه الاخطاء هذا يستوجب العزل ويستوجب المساءلة والموضوع على رأسنا فيه تسيد العامل هذه النقطة نأتي إلى هذا لما دار هذا المسبح وخذ بدك أش دار دار بالمجان هذا فيه تفويت مداخل مالية على جماعة الدار البيضاء فين واحترام قرار جبائي واش هذاك مسبح جدايات الكلور تتخوى بدون معايير قانونية يعني كتبات الجرائد كتبوا بأن راكين مادة الكلور خطيرة على الأطفال وذلك شيء إذن أي حكامة هذه فين المسؤولية هنا تدبيرية يقول لي هذا فيما يتعلق بالمسبح حيث المسبح نأتي إلى الملاعب أنا السيد الرئيس فضحنا على الملاعب وقال غندير 7 هنا وندير 3 داروا واحد 3 في الفيردوس هذوك 3 ديال الفيردوس كان نشأهم صاحب الإقامة اللي كان دار تماك هو جاد اليوم الغازو علاش الرئيس مركز بزاف على الملاعب القرب لماذا علاش واش حنا هذيك حنا بعدا عندنا واحد الخط شاطئ هو ملي كنتكلموا مع توك دائما في خرجات ديال الفحي ديال العمل توك مع التوجه الملكي اليوم لان في الرياده ودعم الرياده وكذا ولو ان هل من يحترم توجه الملكي انه يخترق القانون غير واحد الاشاره فقط يعني باش ما تحسبش شي كلام قلنا انا في راديو بلس فالتوجه الملكي ماشي غير في كره القدم انا جايك فعلى مستوى جميع الاصعده هذا شعار فضفاض يتستر به الرجل ولا يسعفه من الناحيه القانونيه والواقعيه قولي علاش واش سيدنا قالك خالف القانون باش دير لا بيسين راه تبديد اموال عموميه انا جاي الملاعب علاش ملاعب هو باغي يدير الملاعب ولي الامانه باش نكون معك واضح هو السيد اللي مشى تصوب الملاعب يعني الشركه اللي غتشد هذوك الملاعب ما غدوش عليه الدكاكه بهذه اللغه يعني غادي يوقف مع العشب هذاك لماذا هذا نابع على انه عنده واحد الشركه ديال العشب اللي تصوب بها ديال الملاعب وعنده شركه العشب تصوب الملاعب حيت صوب ملاعب هنا في الدار البيضاء عارفينهم حنا هو لو وقف على الملاعب ما دوش عليه الدكي يعني الشركه اللي غتشد اللي غتشد غير هو ما يمكنش الشركه تشد لا لا انا ما فهمتش انا قلت لك انا عطيت واحد الجانب ايجابي حيت هو عنده شركه يعني متمرن في هذا الشيء عارف بالميدان ولذلك انه لا تصوبوا الشركات ما غاديش تدوز عليه الدكاكه في هذا الشيء ما عليناش حنا عندنا الملاعب القرب عندنا شحال من الملعب ديال المبادره تماك عندنا الملعب ديال القرب لماذا ركزت على الملاعب القرب بزاف وهذا السؤال كنت نتمنى السيد الرئيس يجد حتى الملاعب ديال الفردوس اللي درت لهم قلنا له فين هما البانو فين ما تتعلق لا بانو لا البطاقه التقنيه ديال المشروع شكون حامل المشروع شكون ما كاين حتى حاجه وانا ما ندخل في شي امور لان الاخوه داخل غير واحد مساله سي هشام غنجيب واحد طبيعه الحال حنا غادي نشوف غادي نحاولوا حتى الى طبيعه الحال الرئيس ما يعني رفض انه يجي معنا ولا عنده اسباب شخصيه ولا خاصه الله اعلم حنا مثلا يعني كي تنقول غايب حجته معاه نحاولوا ان يكونوا معنا يعني العناصر من الاغلبيه لا السؤال اليوم اللي غادي نجيو نتكلموا لا على المسبح ولا غنتكلموا على الملاعب ديال القرب اللي كيتم انشاء ديالها او لا غيتم اعاده التهيئه ديال هذا الشيء كنظن ان كيدوز في دورات انا وكيتم المصادقه عليه انا جاي وكيتم التصويت عليه
انا نجيك انا أه. بغيت نجملك مزيان مزيان من فطنتي للقضيه لان ملي ترجعوا الماده 231 من قانون التنظيم 113 14 تتقول لك ان الرئيس ينفذ مقررات المجلس. انا غادي نسول هاد الملاعب القرب او هاد احداث هاد المسابح واش داز ما داز، ما تناقش في اللجنه التعمير، ما تناقشوش في اللجنه الماليه، ما تناقشوش في المكتب، ما تطرحوش في جدول الاعمال من اجل التصويت عليهم. وهذا الشيء راه مؤكد ومعروف. اذا فين هو احترام المجلس؟ ما كاينش احترام، راه لا يوجد احترام للمجلس. الرجل ينفرد بقراراته وكاين بما يسمى بالحضور الذاتي، انا اللي كاين ومن غير ما كاينش. اذا لا يحترم المجلس لا يحترم. نعتقد بما ذكرنا على ملاعب القرب، ملاعب القرب مؤخرا طرات واحد الجمعيه، طرا لها واحد المشكل، حصلت على في عباس قرة عندها الترخيص ديالها سميتها جمعيه اكاديميه سبورتينغ عين سبع للرياضه، ها الترخيص ديالها خلصات القرار الجبائي ديالها، ها القرار الجبائي ديالها خلصاته بلا ما نعطيهم الكاملين، ها المهم قرار الجبائي ديال الحصه ديالها. فاذا السيد رئيس الجمعيه، انا تنتكلم بالشخصيه الاعتباريه، الجمعيه جا حضر هذاك الترخيص، جا بغى يحضر سدوا عليه المضافين، سدوا عليه القفل. علاش؟ بعله ماذا؟ ان الرئيس اللي قال لنا سد. ندور للشطات استعمال السلطه. وهذا الشيء راه نتمنوا ان صاحب الجلاله هو اللي دخل في عمليه عين صباحي محمد باش يفك هذه العزله وهذا الاضطهاد اللي عايشين فيه الساكنه. جا علاش؟ الرئيس قال لي السيد راه مخلص قرار، ها هو الترخيص عنده، مخلص قرار جبائي يعني قانوني. ونزيد واحد القضيه، والجمعيه القانونيه عندها 30/09 قانون الملائمه مخلصه في العصبه، بان من هنا العميد بدا تشارك. واش اللي بغي نوض من عند الوصل النهائي ديالها؟ عندك كلشي، قانون 30/09 ماشي جمعيه ثقافيه ورياضيه، عندك وصل 30/09 قانون الملائمه يعني قانون جمعيه رياضيه بجميع الشروط ديالها. هل من يريد ان يذهب او يتماشى مع او يفعل خطاب صاحب الجلاله للنهوض بالرياضه الى اخره انه يحارب جمعيات قانونيه؟ علاش؟ كما جاء على لسان رئيس الجمعيه قال لك لانني بغاني ندير معاه انتخابات وما بغيتش ندير انتخابات معاه في عين سبع. اكثر من هذا، شوف عند القرار جيبها الترخيص صيفط لهم بما يسمى بإلغاء الترخيص. اها، ومعلوم قانونا ان المنشور رقم 2/2003 ديال السيد وزير الاول دريج الطوش تيقول المنشور ديالو الموجه الى العمال والولاة ورئاسه الجمع والكتاب العامون، على اساس ان جميع القرارات ديال الاداره تكون معلله. يعني ملي تندير الاسباب، تنعللك الاسباب، يكون التعليل باش تلتجا حتى المحكمه الاداريه. واش هذا القرار بالك فيه شي تعليل؟ لا ما كاينش تعليل هنا، فقط باش نوضعوا. انا على بغيت تقرا باش تشوف. نعم، الغاء ترخيص باستغلال مركب رياضي عباس قرة واو موجه من رئيس مقاطعه الى رئيس جمعيه اكاديميه سبورتينغ عين السبع، حسب الموضوع اعلى يؤسفني ان انهي الى علمكم انه تم الغاء الترخيص عدد 13/2024 مسلم لكم من اجل استغلالكم مركب رياضي عباس قرة من اجل التدريب للموسم الرياضي 2024 2025. ما كاينش يعني نظرا اللي كذا وكذا او خرق النظام الداخلي. اذا هذا هو استعمال الشطط، هو هذا استغلال النفوذ. انا كنتمنى الرئيس يكون معنا بطبيعه الحال. انا جايك اشوف الاخطر، انا جايك الاخطر. شوف دابا انا بحال المازوط غادي بشويه بشويه نشوف الاخطر شنو هو. واللي قال شي حاجه يمشي للقضاء، انا عندي هادشي اللي عندك فوتوكوبي، عندي الاصليين، وكاين شي حوايج كون غيتحطوا ان شاء الله للسيد وكيل العام جلاله الملك لدى محكمه الاستئناف. نعم، انا غنقول لك تخيل ان السيد الرئيس دابا ملي تتحط انت كجمعيه مثلا، جمعيه بغيتي دير واحد ترخيص ولا تدي اشنايا، ما هي المسطره المتبعه؟ تدير طلب ديالك، تتكاشي بجمعيه مرفوق بالوثائق، وتتحطه في مكتب الضبط ديال المقاطعه. أيوة، مقاطعه عين سبع. أيوة، هو تياخذ المراحل ديالو، تيطلع عند الكاتب العام ثم المصلحه المشار اليها، ويدوز عاد يطلع عند الرئيس في الاخر، وتيمضي عليه السيد الرئيس وتعطيه لك ياك. ايوا، وتسلمو انت من داخل المرفق طبيعه الحال. السيد الرئيس راه تيسيني معطى في القهوه، شوف هذا بلا ما تقرا الاسم ديال الجمعيه، انا ما نخرجش اسم، وقرا غير العنوان وشوف الامضاء ديال من، وشوف واش كاين تماك في شي مكتب الضبط ولا في المحطوط، ولا شوف شو العبت الفوضى. اقرا غير الموضوع، طلب عقد اتفاقيه شراكه، زيد وبعد علاقه الموضوع مش لا صافي، بلا ما عقد اتفاقيه شراكه، بلا ما نقراو الجمعيه شكون هي. لا ما نقراوش الجمعيه، الجمعيه خليناها. هذا شوف تحت شكون مكاشي، مكاشي رئيس الجمعيه، وشكون مكاسير مع الرئيس. ها هذا منين جابوا هذا؟ هذا محطوط في مكتب الضبط، بان شي مكتب الضبط. انا كاينش مكتب، هذا راه طلب ديال الجمعيه، فيه اللوغو ديال الجمعيه، هو الرئيس كاشف فوق وسينا فوق وقال لي هاك. وعقد اتفاقية شراكة ناقشة من الناحية القانونية. واش المقاطعة، مقاطعة عين سبع عندها الشخصية الاعتبارية باش دير شراكات؟ المادة 216 واضحة.
انا ليست عندها انا ليست عندها شخصيه اعتباريه او مجلس العماله. الله يرضي عليك، ما عندها شخصيه اعتباريه. اذا كيفاش السيد الرئيس غادي هنا مضالين على عقد اتفاقيه شراكه؟ الرئيس مع كامل احترامي السي يوسف، شي قال تحت نقول بوسو ما عندناش مشكل، وشي لا تعنقنا كاع نمشيو ندخلوا جهنم بجوج ما عنديش مشكل. ما عندي درتي لنا طلب عقد اتفاقيه، هذا طلب ديال الجمعيه عباد الله، والرئيس سينا فوقو ها هو بالموافقه. يعني واش كاين شي عباد اكثر من هذا؟ وانا تنتمنى السيد العامل انه راه غادي يسمع هذه الحلقه يشوف طلب واش ما محطوط لا في مكتب الضبط لا والو، وماشي من حقه يدير عقد اتفاقيه شراكه. سوي تدليس وسميوه ما شئتم، المستمع والناس ديال الاجهزه وديال الدوله تسمعوا. اذا هذا لماذا؟ لانه يختزل ويقتني الجمعيات اللي غيديروا معاه حمله انتخابيه. هذه اللي ما عندهاش القانون وداك الشيء مع احترامي الجمعيه نطي درتي. شوف حنا ما ندويوش عندنا واي، شوف سي هشام ما ندويوش عندنا واش باغي يعقب الحمله. حنا بداك الامر السابق الاول كما جاء على لسان ديال رئيس الجمعيه، حنا كنتكلموا اليوم على تدبير واحد المرفق عمومي وواحد المؤسسه دستوريه بطبيعه الحال. هذه السيد الرئيس من بين الامور شو الحاصله كيدير تبارك الله. السيد الرئيس كان دار واحد التدوينه ديالو في الصفحه ديالو وكنحيدها سكرينيت. لا لا كاينه مفرغه بالطريق مفوض قضائيه ديالها. لا ما تخممش تعرف من تلقى في الدم في البحث التمهيدي ديال الشرطه الضابطه القضائيه ولا قدام القضاء راه النقطه علاش نقزاتو ما تخممش. هنا اش كتب السيد الرئيس؟ قال لك تزوير وثائق التعمير للحصول على رخصه استغلال المدرسه حره لا تحترم معايير السلامه. هل نرى كارثه روزامورا مره اخرى اللي كانت في ليساس فاق السيد الرئيس وهذه راه عنده في المنطقه 2015 على ما تقدر هذه راه لا هذه دابا الكارثه الاولى. هذه قراها لينا شوف اش قال الرئيس. انا كنت شفت هذا التدوين دار بل كتبت على الجرائد ها هي ان روج يوسف الحسيني رئيس مقاطعه عنيزبه وجود شبهه زوير اداء في المنطقه عنده. انا غنطرح سؤال انا شوف انا اعتقد ان كانت شي حسابات داخل المجلس. انا جايك وهاب شويه سي اسمعين انا معاك المهم على كلين على كلين حنا راه واكلين قلنا البصال حنا غاديين مزيان متخمش عندنا المناعه. دابا انا هذه دار السيد الرئيس فدا يهدد بها عضو اخر يهمه ذلك. انا ما يهمني هو التزام بالقانون لان القاعده المقرره الحفاظ على الامن مسؤوليه الجميع. بما ان هذه فيها تزوير السيد راه تقول كاين تزوير وكتبت على جرائد ومنهم جريده اللي بغيتي نذكر الاسم ديالها جريده الصباح كتبات بان السيد الرئيس يروج الى اخره وعنده في المنطقه. انا غنسول هنا كل عاقل ان الرئيس بما ان عنده هذه التعمير علاش بقى ساكت عليها والتستر على الجريمه راه مشكل كامل ساهل. ولا كانت في التراب ديال المقاطعه عنده راه يمكن لي افاده لجنه. لا وبلاتي قال انا بحثت لقيت بانه كتب السيده العمده حسب واش صحيح ولا ما صحيح الله اعلم انه كتب السيده العمده. انا بغيت نعرف هذا المكان اللي تكلم عليه السي يوسف الحسيني رئيس مقاطعه عين سبعة كاين تزوير في وثائق التعمير وهذا شيء خطير خاصو يكشف لنا عليه لان عنده في المنطقه خاصو يكشف لنا عليه والا رساله ما تدوك الاطفال في المدرسه حره كلها مهدده بالموت غدا لا طاحت منه حمل المسؤوليه. اذا خاصو يكتب لنا يكشف لنا عليها. شوف الحصول ناتيك الى هذه فيما يتعلق بالصفقات. ايوه كاين شي حوايج ما غنجبدهمش هنا غنمشيو لجهه اخرى وغادي نجبد لك حاجه وحده غنبينها لك هنا. شوف ربما السي زاهر ربما يعني هذه امور كثيره بطبيعه الحال غادي يعني اللي كنتكلموا عليها بطبيعه الحال اللي كنقدروا نعتبروها بين قوسين خروقات لان كاين جهات بطبيعه الحال مختصه اللي ممكن انها تثبت فيها بطبيعه الحال. فاليوم حنا ملي كنتكلموا على هاد الامور كلها اليوم ربما نقدروا نطرحوا تساؤل الان. رئيس عنده اغلبيه عنده يعني مكتب مشكل اغلبيه فين من هاد الشيء كامل؟ شوف انا نقول لك واحد القضيه الاغلبيه لا يوجد اغلبيه داخل عفوا لا يوجد اغلبيه داخل المجلس لأن يعني الأغلبية اللي تطلق اليوم مع الأغلبية غدا تتغضب لك تمشي تولي مع المعارضة. وكان واحد عاوتاني كان واحد الوقيتة كنا نتكلم على أن كان الرئيس بوحده شوية عاوتاني رجعت الأغلبية معاه. البيان شي البيان البيان اللي دارت الأغلبية المعارضة اللي تمات فيه السيد الرئيس باش بالفساد المالي وغياب النزاهة والشفافية والتسلط الإداري داخل المرفق. هذاك يكفي أنه كان خصو يتفتح فيه تحقيق. وبالتالي انا منين تنجي وتنقول ان الاغلبيه ولا لا يوجد اغلبيه لان المجلس ببنائه خرج نهار الاول يعني بحال غنقولوا داك المولود غير شرعي.
يعني كأنه لقيط ينتظر من يتبناه. نقدر نقولوا بحال قال لي من دار من النهار الاول خرج ميل. وماشي ميل خرج معوق. خرج معوق ما عندوش على ذي. لان الرئيس لا ما نقول لك واحد القضيه راه ما فهمتش انا كيفاش تيسير الرئيس. نعطيك على سبيل المثال هاد الاغلبيه اللي اليوم تيهضروا السيد الرئيس راه من بين الامور اللي سمعت انا والله اعلم انه تيهدد واحد النائم معاه على هذه المدرسه وتيدير داك الشيء. داك الشيء شؤون داخلي. انا كفاعل جمعي كمتتبع من حقي نطرح اسئله ونفتح نقاشات عموميه ولكن انا لا اتهمه ولكن نطرح اسئله والقضاء راه هو الذي يبوت او الجهات المعنيه اللي التي تبوت. نعطيك على سبيل المثال دابا نجيو حنا ديال الاغلبيه داك الشيء عندنا واحد دارت واحد الصفقه ديال كراء السيارات ايوا في 14 سياره هاد 14 سياره انا نعطيك هذه الوثيقه هي فوتوكوبي شوف لي شحال من سياره كاين هنا غتلقى 14 وغتلقى لتحت واحد الملاحظه ثلاث مية عشرة اثناش 14 سيارة آه شنو شنو الصفقة فاش محطوطة الفوق 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 شنو هما اللي كاين كاين اللي بغيتي تقول إشهار ديال السيارة لا كاين 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 جوج يعني شركة وحدة بعدا وفي هاد جوج ديال السيارات وسيارة وحدة التحتانية كاع السيارة التحتانية 208 208 شحال الرقم ديالها رقم ديال اللوحة ديالها راه لتحت هنا غتلقى هنا نعم 67176 باش ما نكملوش اه هي هادي اها هي هادي هي هادي شوفوا واش هي هادي اللي تتخلص في الكرام هي هادي ها هو شوف الماتريك ديالها ديال الشركه اللي شدت الكرام ياك ايوا هادي ايوا واش هي هادي ولا ماشي هاديك هذيك اللي تتخلص بوحدها بلا ما تقولوا الثمن بلا والو هذيك لما شكون اللي خادها هذيك السياره شكون انا نقول شوف دابا الحماق صفقه فيها واحد النوع اربعه خايدينهم النواب وما تبقى للمصالح انا مقيد مصلحه عندنا اربعه النواب رئيس المصلحه الرخاص مسؤول مرآب مسؤول عن الاشغال يعني طبيب الى اخره كاين نوع واحد في الصفقه هذيك 208 بي بلا ما نكرو الاشهار باش ما نديروش اشهار غاليه زايده في الثمن ماشي بحال الاخرين هذيك خدت واحد المستشاره عطاها لواحد المستشاره اللي تنتمي الى حزب البام بمقاطعه عين سبع الحي محمدي ومن حقي نذكر الاسم لانها تركب فوق المال العام ونهار تجيب شي حاجه من دارها ما عنديش الحق هاد السيده هي كريمه حسام عطاها هاد السياره هادي وتتخلص زايده على الاخرين الفاكتوره ديالها تتخلص زايده على الاخرين وانا عندي فيديو لان اللي صايق وطالق تبارك الله داكش عندي فيديو ولكن احتراما ما بغيش نشرو ما بغيش نشرطه في الصفحه ديالي ولا بغات دير شي حاجه انا مرحبا داك الساعه ندليو به انا بغيت نسول سؤال هاد السيده شنو هي المعايير القانونيه وكيفاش تدخلات هاد 208 لهاد الصفقة مع ان عندك غير واحد النوع ماشي عضو في المكتب وماشي عضو في المكتب ما نائب ما ولهم مستشار عادية يعني القانون يمنع هذا الامر هذا يمنع هو دار اجد هو عطاها هو عطاها علاش عطاها علاش عطاها شنو على اي اساس الله اعلم واللي تعرفه هي اللي تتعرف احنا ما ننتمو حتى واحد الله اعلم علاش بدلتي طوموبيل وكون خدا شي نائب غنقولوا مازال نائب بغى يفضلو كون خدا شي رئيس مصلحة نقولوا رئيس مصلحة بغى يفضلو عطيتها مستشارة لا دور لها لا دور لها إلا أنها مستشارة نائبة لجنة عطيتها هذه وزيدة في الثمن وتتخلص من المال العام زيدة في الثمن تتخلص من المال العام إذن هذا احترام الصفقة كيفاش دخلت الدوسونويت والصفقة فيها نوع آخر من السيارات ولكن شنو غيثبت لنا باللي هي اللي واخذة هذه السيارة هذه ماشي نائب الأول ولا الثاني لا 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 شوف 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 عندنا الإثبات عندنا كلشي مرحبا معروف هذا الشيء بلا ما أنا ما احتراما للأسرة وداك الشيء ما بغيتش ننشر شيء عندنا ما نتخممش هذاك الشيء إذن هذا الشيء كامل وكانوا صوروه داز في الجريدة داز الصباح وسألوه عن السيارة اللي واخذة واحد السيدة تنتمي إلى حزب البام فماذا كان رده؟ قال طبعا ما دام المجلس هو الذي كلفها بانتدابها الى هذه المهمه ذا طابع يعني ميداني فعلينا ان نوفر لها وسيله نقل انا بغيت غير نسول واش كاين شي مقرر ديال المجلس هو اللي قال لي شري لها طوموبيل واعطيها طوموبيل ولا شي حاجه ثم هاب جدلا تنازلا الاستاذ طه اعطيها طوموبيل اعطيها بحال اللي كاين في الصفقه علاش ميزتيها في الصفقه اخرى علاش هي تميز على الباقي هذا سؤال مع صغيره مجموعه الطوموبيل وخيره اه زوينه هي الطوموبيل زوينه تبارك الله وكتا دير طوينه مع الطوموبيل مع مع ما تيشعلوا فيها دوك الستوبات تتولي بحال معكره حمراء تبارك الله على كل لا لا شوف نعطيك سؤال سي هشام انا باقي معاك انا جاي معاك انا جاي معاك انا ندير
هذه اللي بغيت نقول لقبيله. هانت هذه قبيله هي الرخصه فاش تكلمنا وداك الشيء جات تحبس عاد دار البانو. شي البانو ديال المسبح، ديال المسبح في الورا ما كانش. عاد دار البانو بتاريخ جديد، شو الرخصه بتاريخ جديد. عاد دار نبهناهم وقلنا لهم هادشي راه فيه خرق قانوني، فيه تبديد اموال العموه، والى الحدود هاد الساعه باقي شوف شوف هذوك ضايع تعور باقي نتيلموا فيهم. مرحبا، باقي عندي شي مازال زيد اقول طرح لي اسئله انا معك موجود. واخا سي هشام اليوم باش يعني ربما الى جينا نتكلموا على يعني على الخروقات كيف ما تقولين السي هشام نقدروا كنعتقد انا غادي خصنا معك واحد ساعتين ولا اكثر. فاليوم ربما كاين عدد كبير من السكينه ديال عين السبع اذا كانوا كيتسنطوا، اكيد ان عدد كبير من السكينه عين السبع يعني متبع الحلقه ديال اليوم، لان اليوم الحلقه تتخصها ربما يقدر هاد الامور ديال لا ديال هاد السياره ولا ديال البان ولا ربما ما كتخصهاش. دونك حنا اللي مهم عندنا هو على ارض الواقع شو تحقق لينا. الا كاين عندنا مسبح راه كيعموا فيه وليداتنا، الا عندنا واحد مساحه خضراء حنا كنشوف العشيه ملي كيبرد الحال نبركوا فيها، الا عندنا النفايات راه كتجي الشركه اللي المفوض لها القطاع يعني بطبيعه الحال كتحيد ذوك النفايات، وكاين عميد التتبع اليوم على مستوى مقاطعه عين السبع. انا اليوم ملي تكلمت معك يعني خصينا يعني العمل ديال المقاطعه ككل في خروقات قانونيه في مسبح لا يحترم المعايير وفي واحد السيارات الى اخره كيم بزاف نعم يعني خروقات داخله في السيارات داخله في كل شيء في مسبح كذلك، وحتى الوضع السياسي داخل المذاك ما كاينش الاغلبيه نوبه غضبانه نوبه راجعه نوبه هو بقى بوحدو نوبه مطيحين ليا داكش. حتى الوضع السياسي داخل المقاطعه مبني على واش ما دار حتى شي حاجه في عين السبع كاع غير هذا الشيء. ودابا انا على مستوى مثلا الشق الاجتماعي في مثلا غادي ناخذوا على مستوى البنيه التحتيه واش ما دار حتى شي حاجه في هذا الشيء. البنيه التحتيه اش كاين؟ انا نعطيك نرجع لبعض النقاط النفايات هذا من اختصاص مجلس المدينه. نعم ولكن تتبعوا المقاطعه لا غير تتبع لا تتبعش فيه راه رفع تقارير دور شوف واش تجمع داك الشيء ولا ما تجمعش. الشركه راهي اللي تدي المواكبه. أيوة. ومجلس المدينه وهذه الصفقه ديال مجلس المدينه وكاين هذه الكازا الشركه المحليه. علاش واش عنده تماك؟ عنده شي حاجه؟ ما عنده حتى حاجه. بالعكس هناك من بعض المسؤولين من يستغل هذاك التتبع اللي الضغط على الشركه. احنا عارفين هذه القوى البدو ما غندخلوش فيها، نبقاو غير اذا هذا ماشي من عنده. شنو المشاريع الكبرى اللي دارت؟ الشوارع الكبرى ديال تزفيتو داك الشيء ديال مجلس المدينه. اش كاين؟ اعطيني جوج حفرات. الجانب الثقافي من المقاطعات نشيطة ثقافية لعين السبع، صباحة ثقافية ودائما مسرحيات ما كاينش ثقافة ما كاينش الجانب الثقافي. ورا الثقافة راه صباحية ديال ميخي بيخي شي يضحكوا كرا مرت وصلت مرت 400 مليون ولا شنو هو 200 مليون واقيلا كاع وكاين شي حاجة أخرين. وربما راه جاي شي حاجة واقيلا في الذكرى ديال المسيرة وعيد العرش وشي صباحية جايين راه شي 130 مليون اللي خاصها مخصص اللي كاين ديال لا 130 مليون باش دير مارت رئيسة القسم حق ديال النشيط الثقافي الفني حيت حطات الإعفاء ديالها ما عرفتش علاش، ولكن راه كاين شي 130 مليون تماك ما عرفتش شنو السبب. هذه إطار يعني 130 مليون باش داز باش مخصصة مخصصة لا حد جوج صباحيات وثلاثة وسهرة ديال عيد العرش. انا لو ان تحكم اللي تعطيني السياره ما طلعش حتى ب 15 مليون وهذا حنا لا نتهمه في الديما ديالو الماليه. انا غير تنقول من التقييم ديالي من غير وجهه نظري الجانب الثقافي نمشيو الجانب الثقافي فينا هو الندوات. دابا واحد القضيه مفهوم الثقافه شنو هو؟ دابا وفي المفهوم الثقافي ندوات علميه وفي كليه ومسرحيات وسهرات هذاك شنو هما هذوك السهرات ديال الشطح والرديح تيداروا تيجي انا 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 كنا شفت واحد الجوق هو اللي كاين تيطلع فنان تينزل بوحدو تيطلع فنان اخر بوحدو هذا واش واش كاين شي سهره كبيره وربما هادشي اللي باغي الناس شنو هو ربما واش عندنا شي تواصل مع الساكنه ولا كذا. خليني هو تواصلت مع الاغلبيه ديالو تواصلت مع النواب ديالو قرروا حتى في المجلس في المكتب اش يديروا عاد يتواصل مع الساكنه. الله يهديك استاذ معين راه ما كاين لا تواصل والو السيد راه شبه غائب لا على مستوى التدبير. انا شفت نتكلم معاه من جانب المسؤوليه التدبيريه. انا جاي يشطح ولا ما يشطحش شغلو هذاك راه المعيار ليست هو تلقى واحد تابعينه بزاف الناس. المعيار بالفحوى والمعيار باش بالمنتوج. انا اعطيني منتوج راه خصنا ننطلقوا من المطلوب من 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 الموجود الى المطلوب. واش انا غنبقى دائما على النمطيه القديمه؟ انا غير بغيت نقول لك واحد القضيه مقاطعه عين السبع انا نطرح سؤال اش دار؟ شوارع دابا راه كاين واحد القضيه خصك تعرف مشاريع اللي تنجزات على الشوارع الكبرى تزفيت وداك الشيء كل هذا المجلس المدينه معروفه اذا اش دار هو؟ مساحة خضراء ما دار فيهم والو فينا المساحة الخضراء فينا هي
فين هي المساحه الخضراء؟ انا غنمشي للمساحه الخضراء اللي تدخل في الاختصاص ديالو اللي اقل من هكتار. اقل من هكتار اللي في التخصص ديالو ديال المسلم. انا نمشي ورينا اش كاين. راه هي الوات راه الناس اللي واحد جرده الناس اللي تيخرجوا شقيوه. نعم ربما عين سبع من المقاطعات المحدوده اللي عندها كنعتقد ان كاين واحد العين اللي العام كامل كتعطي ما ربما كانت تستغل واخا كاين شحال الماء نهزوا من تما ونسقيو ربما. شوف كاين ازمه تفكير. كاين ازمه تفكير عن السيد الرئيس. الرئيس ما باغيش ينفتح. حنا راه تنقولوا ليه من دابا لا درتي شي حاجه زوينه انا نصفقوا لك. الا غدعيتي لينا قلتي لنا اجا شريف راه عندنا حنا باغي نخدموا هذه المنطقه وهذا الشيء. الاقتراحات ديال المجتمع المدني وشي مرحبا. فين هما فين هو الدور ديال المجتمع المدني؟ فين هو اللقاءات المباشره مع المجتمع المدني؟ انا ما كاين والو. شوف دابا غير عباس قول الروينه اللي نايضه فيه. واش في اخبارك السي؟ ان السيد الرئيس خلق لنا واحد الجمعيه سميتها الجمعيه الاكاديميه ديال عين مقاطعه عين سبع لكره القدم. واش تتعطيها الصفه القانونيه ان الرياضه ما عندها قانون ديال 30/9 ما كاين والو وشاد وهي اللي مهيمنه دابا على التيران. علاش؟ لان هذيك تابعه للرئيس. والجمعيات القانونيه تتحرموا. نعم سي هشام الوقت للاسف يعني داركنا داز بسرعه معك طبيعي الحال. فكسؤال اخير معك اليوم كيفاش كتشوف مستقبل مقاطعه عين سبع فيما تبقى من الولايه الحاليه؟ انا نقول لك بناء على هذا الشيء المعطيات اللي عطيت واللي وقعوا ما خفيه كان اعظم حيت انا ما بغيتش نجبد شي حوايج هو ان لن تستمر في هذا الوضع يجب تغيير. إذا كان الرئيس في بداية ترشح ديالو رئاسة رفع شعار لواء التغيير فالآن نقول احنا كساكنة وكفعالة فعالية جمعوية وكمواطنين أنه هذا التغيير المزعوم بين قوسين يحتاج إلى تغيير. إما تغيير بتدخل السلطة الجهات المسؤولة أو تغيير من داخل المجلس. هذا هو المطلوب وإلا الوضع كارثي ولا يبشر بالخير. سي هشام زائر ناشط حقوقي وفاعل جمعوي بعمالة مقاطعة عين سبع الحي المحمدي. شكرا لك سي هشام عتبيك دعوة المرة أخرى وكنت معنا بطبيعة الحال اليوم للحديث عن مقاطعة عين سبع. وبطبيعة الحال فالحق كيبقى مكفول الحق الرد بطبيعة الحال لرئيس مقاطعة عين سبع وقتما شاء بطبيعة الحال. فبرنامج متابعات يعني كي يمكنوا بطبيعة الحال في أي وقت بغى أن يكون معنا بطبيعة الحال للحديث عن المقاطعة ديال عين سبع من جهة أو للرد عما قيل خلال حلقة اليوم ببرنامج متابعات من جهة تانية. شكرا لك سي هشام وأكيد غيكون معك لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. مرحبا وشكرا لك كذلك وتنشكر الطاقم التقني والمتتبعين على ساعة الصدر ديالهم. تحياتي. مستمعينا ومشاهدينا كشكركم أنتم كذلك على حسن إصغاء ومتابعة. الشكر لإبراهيم رقيق اللي كان معي اليوم في الإخراج الإذاعي عمر حباري في التصوير حسن بهاوي في التوضيب. هذا اسماعيل طه كيحييكم في أمان الله. تيلي بلوس تميز ومصداقية.